علاش رجعت للنجم الساحلي؟ هل لانك معناها حبيت انك تمشي للمنتخب التونسي واستنيت ربما دعوه من منذر الكبير في كاس العرب ولا لا؟ والله صحيح كما قلت لك البروجي نتاع النجم الرياضي الساحلي كان مشجع يعني باش كي جيت باش نصح في تونس حكيت انا والرئيس وحكيت مع المدرب ومع سي عماد بن يونس زاده كان فما بروجي نتاع تشامبيونز ليغ وجمعيه باهيه يمكن بعد صاروا حوايج بعاد على كرة القدم معناها حوايج خارجية كما نقوله ما عطلت شوية الفريق والبداية ما كانش طيبة في الشامبيونة حوايج تصير هذه في بالي في الكرة إيه خممت أنك تمشي للمنتخب التونسي بعودتك التونس أكيد خاطر أنا كنت لعبت يعني الليغ لعبت فيهم كل كوكسوا في الصين ولا في الدنمارك ولا في السويد بعد شوية على الأيام وعلى هنين قلت علاش لابش نرجع لتونس تكون قريب لهنا ولعبت كل نجم تشوفك لكن كما قلت لك البدايه ما كانتش موافقه في بالي في النجم الرياضي الساحلي وهذيك الكره تنجم تنجح تنجم ما تنجحش ومازالت ايه شنو مسيرك انت تو بالنسبه للنجم الساحلي سمعنا عديد الحديث شنو بالضبط مازلت مرتبط بعقد مع النجم اكيد مازلت مرتبط بالعقد مع النجم وان شاء الله في النهارين الجايين باش تكون قاعده مع سي ماهر القروي رئيس النجم الرياضي الساحلي وان شاء الله باش نحسموا فيها الامور نكملوا يعني نشوف اسكو باش نكمل مع النجم الرياضي الساحلي ولا باش نغادر ان شاء الله انت باش تغادر ولا عندك وجهه اخرى عماد يبدو لي تخمم انك تعاود تحترف من جديد لبرا من تونس شنو اللي يمشي فيه أما الفريق نتاعي اللي كنت فيه في الدنمارك طلب مني العودة يمكن فما بورسنتاج كبير أني نعاود نرجع غادي وواحد يعاود يرولونسي الكاريير نتاعو